لتعليقه على هذا البيان ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. دكتور، انطلاقا من البيان الذي أصدرته الهيئة عن مجزرة النصرية اليوم، كيف يفسر التصعيد المستمر من قبل الحكومة في بغداد باستهداف المتظاهرين السلميين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من اليوم الأول قلنا أنها ليس في نية هذه الحكومة وأحزابها وميليشيات المرتبطة بها، ليس في نيتها تقديم أي تنازل أو تحقيق أي مطلب من مطالب الشعب العراقي، لأنها ترى، أي هذه الأحزاب ترى في هذه المطالب تهديدا لمصالحها ولما حققته مما تسميه من مكاسب على حساب الشعب العراقي. ولذلك هي قد لجأت إلى الاستخدام العنف، أي ما يسمى بالحل الأمني لفض هذه الاعتصامات، مع طبعا لعبها على ما يسمى بعامل الوقت ظنا منها أن هذه الجماهير أو هؤلاء الشباب سيتعبون ويذهبون إلى بيوتهم بعد مدة قصيرة. ولذا يأتي هذا التصعيد هو كحلقة من ضمن سلسلة العنف الذي استخدمته هذه الأجهزة وهذه الميليشيات طيلة المدة الماضية تجاه هؤلاء الشباب الذين رغم كل ذلك لا يزالون متمسكين بسلميتهم وفي مطالبتهم بحقوقهم التي هي أدنى الحقوق التي سلبتها هذه الأحزاب. دكتور، من المستفيد من سفك كل هذه الدماء من الشباب العراقي الذي يتظاهر بكل سلمية في الشوارع والساحات؟ يعني بالدرجة الأولى التي تدير ما يسمى اليوم بخلية الأزمة وهي جارة السوء إيران. نعم. وقاسم سليماني الذي يأتي على رأس هذه الإدارة، حيث أن هذه الخلية التي سميت أو شكلت مؤخرا هي ليس في نيتها إلا استخدام هذا العنف وهذا هذه الدماء التي تسيل من أبناء الشعب العراقي. فنحن نعلم والشعب العراقي اليوم بات يدرك يقينا أن العدو الأول والمستفيد الأول كل هذه المفاسد سابقا وهذه الدماء حاليا هي جارة سوء إيران. لذلك رأينا هؤلاء الشباب كان أكبر شعار لهم أو من أشهر شعاراتهم هو طلب بعاد إيران، وقالوها بصريح العبارة باللهجة العراقية: إيران برا برا. نعم، حكومة عبد المهدي أوكلت مسؤولية 8 محافظات لضباط تابعين للكتل والميليشيات وأجمعت على قمع هذه التظاهرات، إلى أي مدى تعتبر هذه استراتيجية ممنهجة لقمع سلمية التظاهرات وربما ما حصل في الناصرية أكبر دليل على ذلك؟ نعم، وما سبقه في بغداد في الأيام الأولى كذلك، لأنه كما قلت في بداية كلامي أنه ليس أمام هذه الأحزاب، هذه الحكومة الحالية في بغداد ليس أمامها إلا هذا الخيار، فهي ليس لديها أي استعداد لتقديم أي تنازل والاستجابة لمطالب الجماهير. ثانيا، هذه الأحزاب والميليشيات وغيرها هي كلها ترتبط بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وكما قلت قبل قليل قاسم سليماني الذي يدير هذه الأزمة أو تسمى خلية الأزمة. وهؤلاء معلوم أنه ليس أمامهم إلا من طريق أو من استراتيجية يتبعونها إلا قضية القوة، وربما لا يعولون إلا على هذه القوة لأنه هنالك أمر آخر ربما يجدونه داعما أو يستمدون منه قوة الاستمرار في هذا النهج الدموي تجاه الشعب، ألا وهو سكوت المجتمع الدولي للأسف، رغم علمه المجتمع الدولي وعلى رأسه المنظمة الأممية الأمم المتحدة وغيرها، رغم علمهم يقينا بارتكاب هذه المجازر ووقوع هؤلاء الضحايا. نعم، في هذا السياق بالحديث عن الصمت الدولي الذي أشرتم إليه في بيان الهيئة، هل تتوقعون استمرار هذا التجاهل الدولي إزاء كل الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب العراقي؟ والله للأسف، يعني هو كان يفترض أنه لا يكون هنالك سكوت منذ اليوم الأول، حتى أنه قبل سقوط هذه الضحايا، لا سيما أن هؤلاء المتظاهرين هم لا يتظاهرون لمنافسة سياسية ولا أيضا تظاهر لتحسين نوع من أو لتحسين المعيشة مثلا أو
لزياده رواتب او غير ذلك كما يحدث في بعض البلدان، رغم انه حق، انهم يطالبون بالحياه، حياه سلبت من هؤلاء الشباب، ولذلك يعني يطالبون بهذه الحقوق. لكن المجتمع الدولي للاسف سكت ولا يزال مستمرا بهذا الصمت، ولكنه يعني لم يعد هنالك اي مبرر لمثل هذا السكوت، ولا سيما امام هذه الدماء الكثيره جدا وهذه المجازر المستمره، وهي كلها جرائم موثقه ومعلوم من هو الجاني والذي يرتكب مثل هذه الجرائم. ولذا هنا نقول ان هذا السكوت هو يعد مشاركة لمثل هذه الجرائم. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.